اهلا وسهلا. اهلا بيك. الوصفة بتاعت النهاردة ما ينفعش حد يعمله لوحده. أنا مصطفى كنا بنتكلم على الوصفات الغريبة اللي في الكتاب ده. فأنا ما أكلمه في التليفون بقول لك إيه، في سمكة محشية باللحم المفرومة. قال لي وسام أنت بلاش تشطح يعني. مش حاجات اللي بتشتم عليها دي. فرد العضلات بقى يا وسام. والله العظيم موجودة في الكتاب. دايما الناس تسأل ليه الشيفات بيعملوا الحركة دي؟ عشان لازم نشم يعني، بندوق من مناخيرنا. اللحمه اتكسرت بعضها، فلما تيجي تاكلها طعمها احسن شويه. انا بقى بحط الملح مع البصل عشان البصل يبتدي يعرق اكتر، يعرق البصل ويطلع الميه اللي جواه، فاستفيد اكتر من الملح. صح. تصنيف السمك عموما بيبقى ما بين تصنيفين اثنين، يا لين وفات، سمكه دهنيه وسمكه دهونه خفيفه، او نصنف الراوند والفلات اللي هو الدائري. لو عايزين السمكه ما تقطع كده، قول للراجل سمك احنا عايزينها تقطيع سنجاري، ولا تضايقوا نفسكم خالص. احكي لي عن السكينه بتاعتك يا شيف وسام. بص هو السيف صغير، السيف ساموراي خالص بالظبط. صح. يعني لا، السكينه دي انا قطعت بيها 3 مرات. السكينه الوحيده في حياتي اللي انا بخاف امسكها. لما بيجي نتبل اي حاجه بنحاول نخلي ايدينا فوق 15 سم تقريبا عن الاكل، عشان زي ما احنا شايفين الحاجه بتتوزع بالتساوي. الحاجه اللي انا بعملها against my beliefs واللي انا طول عمري اتربيت عليه في مصر في اكل السمك الاورينتال بتاعنا، ان انا ما احطش كمون في السمك. فدي انا يعني تعبان نفسيا، يمكن عشان في ليمون برضو يمكن انا هديت شويه. الكتاب مبهر جدا بصراحه، كله بقى لسه فيه ريسبيز، حاجات فرنش وحاجات مصري، والدريزا فيوجن ريسبيز، وان الكتاب قديم بالمنظر ده من ايام الملكيه. عتيق. عتيق. انا كوسام منبهر. لا هي شكلها حلو بصراحه، هي شكلها حلو. عايز اجرب. عاجبني ان من ريحه السمك واللحمه مش متخانقين مع بعض. يعني بحس ان هم لا هم اصحاب. والليمون عمل شغل كويس يا شيف وسام. الليمون من جوه يعني ومن بره بجد، يعني احلى حاجه في الموضوع ده. اللحمه خطيره. سمك فيري بيور، فليكي، فليكي، مش مستوي بزياده. اللحمه بقى مع السمك بقى هتقول معنى ايه؟ برافو، تستاهل سقفه. انا صراحه ذاتس اوسم، جامد قوي. الكتاب مليان مفاجآت.